الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ميركل ويؤكد التضامن مع ألمانيا إزاء أزمة كورونا. عدد وفيات فيروس كورونا يتخطى 10,000 حول العالم وإيطاليا في صدارة القائمة. ترامب يلغي اجتماع قادة الدول السبعة في كامب ديفيد يونيو القادم بسبب الفيروس. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع ألمانيا إزاء أزمة فيروس كورونا. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، أعرب السيسي عن تطلعه لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية في مصر وألمانيا في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس. كما أعربت المستشارة ميركل عن تقديرها للموقف المصري الداعم لألمانيا في هذه الظروف. وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاتصال شهد مناقشة أطر التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية. أكدت وكالة رويترز تخطي عدد حالات الوفاة عبر العالم بفيروس كورونا حاجز 10,000 شخص. وفي آخر إحصائية تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة ب 3,405 حالات، تلتها الصين ب 3,245 حالة وفاة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء اجتماع قادة الدول السبع في كامب ديفيد يونيو القادم بسبب كورونا. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب سيكتفي بعقد اجتماعات عبر الفيديو مع قادة المجموعة خلال شهري إبريل ومايو. ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 214 شخصاً، بينما بلغ عدد الإصابات 13,920 مصاباً. وسجلت ولاية واشنطن 8 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، مما رفع عدد الوفيات بها إلى 74 حالة وفاة، وهو أكبر عدد في أي ولاية أمريكية. أعلنت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية غلق منشأتين لاختبار وإنتاج الصواريخ في ولاية نيو أورليانز بعد اكتشاف إصابة أحد المهندسين بها بفيروس كورونا. وقالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين في ناسا إن الخطوة من شأنها أن توجه ضربة لخطط الوكالة لإعادة الأمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024. أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة بها إلى 8,652 حالة. وقالت وكالة يوناب نقلا عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الوفاة بلغ 94 شخصا معظمهم من كبار السن، مشيرة إلى أن السلطات الصحية أكملت اختبارات مكثفة ل 210,000 شخص. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار. للمزيد تابعونا دوما على extranews.tv. شكرا لكم.